بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا المميز على بركة الله وحفظه، من جديد انطلقنا مع الأرقام والأسامي الكبيرة واللامعة والحاضرة، هنا بانطلاقات الجميلة، هنا مع السلع الجميلة والمميزة، الرولكس. الله، هذا الاسم العالمي، هذا الاسم الخطير، هذا الاسم الكبير، يا علي بن شخبوط، يا بن علي، يا بن سعيد، يلكح بجماهير الخوانيج والطي. جماهير الخوانيج والطي تنتظر ساعة وصولها إلى 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 الناموس وإلى الإنجاز. تتمنى لك التوفيق. أن نطلع على المركز الثاني مطفية، راشد بن خادم بن راشد المهيري، بينما اللي في المركز الثالث براق حميد بسيف بن حميدان، وفي المركز الرابع هناك مياسة للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، وفي المركز الخامس الله الله المتغزلة ما شاء الله خير خلفان بن راشد بن سيف بالشاوي الغفلي على خامس المراكز. يا سلام، وين المركز هذا؟ شو المركز السات؟ المركز السات أتت في هذه اللحظات مرموقة وعبيد وسعيد بن عبيد شميل الخاطري، وسابع المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن الالتماس، وعبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي، وفي المركز الثامن وصلت في هذه اللحظات شواهين وأحمد بن علي بن سعيد الصلف النعيمي، وفي المركز التاسع تبارك الرحمن ملهمة وماجد بن خليفة بن راشد بن سويدان الخاطري، وفي المركز العاشر ما شاء الله متعبة وعبد الله بن علي بن حميد الرزي الشامسي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. الله الله يا رولكس، الله يا رولكس، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الاسم الكبير، هذا الاسم الكبير، هذا الاسم اللي معودنا دائما على الإنجازات والناموس، ولكن نحن نتمنى يا رب، نحن نتمنى يا رب التوفيق والناموس لجميع المشاركين، لجميع المنطلقين، لجميع المتواجدين هنا على أرضية هذا الميدان، على أرضية هذا الميدان. الله، رولكس ما شاء الله، علي بن شخبوط من علي بن سعيد الكعبي. يلا يا ابو شخبوط، يلا يا ابو حسن، ما شاء الله خليك في الفورمة. بينما خيرة 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 وخلفان بن راشد بن سيف بالشاوي الأغفلي من يقدمها على ثاني المراكز ومن يتابعها ما شاء الله المتألق والمبدع ما شاء الله أبو محمد. أتمنى لك كل التوفيق وكل الناموس وكل ما هو جميل في هذا العالم المميز. المركز الثاني ولا الثالث ما شاء الله هناك مطفي راشد بن خادم بن راشد المهيري، وثالث المراكز جدم شعار الدكتور، هذا عم مياس الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، وفي المركز الخامس أرى في هذه اللحظات التماس وعبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كانت نتيجتنا. الله يا جماهير الخير، ديروا بالكم من الشعار الوردي، ديروا بالكم من هذا الشعار الوردي، هذا والله اللي ما منه أمان، هذا اللي ما منه أمان. مع خيرة حط لي نقطة عليها. الله، يا ما صالت والله في المهرجانات هاي البكرة، يا ما جالت، يا ما أخذت جولة ويا ما أخذت صولة في مهرجانات للدولة ما شاء الله. المركز الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن، أرى مياسة مع الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، وفي المركز الثالث ولا الرابع أرى في هذه اللحظات ما شاء الله محمد بن ظافر بن مسعود الأحبابي ما شاء الله. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. رولكس في المركز الأول، منفردة بالمركز الأول، ولكن خيرة اللي وصلت واللي أرشحها، لأني عرف تاريخها يا جماعة، أعرف تاريخها يا جماعة. الله 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 الله، يا بشاوي يا بشاوي، يجرح ويداوي،
يجرح ويداوي. لا تضرب هرن يا محمد، انت راقبني ساعة، خلك عند الساعة، خلك عند الساعة. خلفان بن راشد بن سيف بشاوي الابطري، شوف اللي واصله، شوف اللي واصله. هناك شواهين احمد بن هلال بن سعيد المالكي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة التي تفصلني وتفصلكم عن خط النهاية. خيرة 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 على المركز الأول. خلفان خلفان كابتن هذا العنوان، كابتن هذا الميدان. خلفان بن راشد بن سيف بالشاوي الأغفلي، يا الأغفلي وهنيك، وهني هاللبسة وهالي الراشدية. قلت لكم خيرة لأن التاريخ يقف مع هذه الشعارات المميزة. المركز الثاني أيها الإخوة، هناك للسيد أحمد الهلال المالكي. المركز الثالث عبد الله بن سالم بن حزيم. وفي المركز الرابع مستمعينا الأعزاء اللي في المركز الرابع لسعيد عبيد بن شميل الخاطري. وفي المركز الخامس أيها الإخوة هناك أسامي كثيرة، والدخول جماعي ما بين هذه الأسامي المميزة. التوقيت هوب هبي هبي الرياح بما تحلك. قلت لك يا محمد رقم توقف لاني اعرفها والله. 5 دقائق 57 ثانية، 7 من الثانية. خير هيلة بالشاوي، خير هيلة بالشاوي ما شاء الله. خلفان بن راشد بن سيف بالشاوي الأغفلي ما شاء الله. صباح الخير يا هالي الراشدية، صباح الورد، صباح النواميس. والتوقيت المميز، التوقيت الأفضل في هذا الصباح الجميل. تهانينا والناموس. شو قلت لك؟